كيف قال اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم احنا بلعبة بيك اكس تي، واليوم طبعا زي ما شفتوا بالعنوان راح طبعا افتح كل هدايا المتابعين، وكمان ان شاء الله حاول نخلص هدول المهام تبع الاسبوعية، لانه بدي صراحة اني يعني اكبر الكارتش تبعي ضايل، يعني بس صراحة ضايل كثير، فمش هيك لازم يعني اني يعني اشتغل واسوي كل الويكلي كاست، وكمان حفتح الهدايا. وبس طبعا قبل ما بلش هالفيديو فلا تشتركوا بالقناة وكمان حطوا لايك لهذا الفيديو، اعتبروا كمان هذا الفيديو انه طريقة كيفية يعني مشان تطوروا الكارت تبعكم ابكم للليفل 2. للليفل الثاني فراح اشرح لكم طبعا هلا اول شيء، بعدين رح نروح نفتح الهدايا باخر الفيديو، بس طبعا خلينا نفتح هيك تقريبا شي 3 هدايا. او ماي جاد شكرا لك كثير يا كوين، شكرا كثير، فكمان شكرا على في جي ام ايتش، شكرا والله شكرا عن جد، شكرا كثير، فشكرا كمان يا زو 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 زو، يب شكرا كثير والله شكرا. اوكي طبعا اوكي خلاص هذه واحدة وراح نروح ابلش فرجيكم الكارد. اوكي شكرا يا جودي، اوه شكرا كثير عن جد، شكرا شكرا شكرا. هلا خلينا طبعا نفوت على المرآب واشرح لكم كيف تطوروا للليفل 2. فطبعا يا جماعة الليفل 2 راح يضيفوا لكم شغلة واحدة، ميزة واحدة وبس. انا شفت كثير ناس طورت جاردز تبع الليفل 2، الشغلة الوحيدة اللي راح تتغير هي راح يضيفوا يا جماعة خمسة اوبسكلز جداد وبس. اوكي الاوبسكلز هي هدول الاماكن اللي بتحطوا فيهم دراجاتكم. طبعا هلا عندنا بس ثلاثة لانه احنا عنا هلا بالليفل الاول، فبالليفل الثاني ان شاء الله رح يصير فيكم انكم يعني خلص رح يصير فيكم تحطوا خمس اشياء وخمسه من هدول، فا هم يب اوكي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اوه طبعا هلا احنا عنا خمسة بس يعني كمان رح يضيفوا هدول الأربعة. اوكي هنا طبعا هلا عنا خمسة، بس طبعا الموتور سايكل ليكو الموتور سايكل بتاخد ثلاث أماكن. اوكي فليكو طبعا هلا عنا بس خمسة، ففيكم تحطوا خمس أغراض زي هدول. اوكي هالأولى، اوكي الثانية، اوكي لا الثانية الثالثة الرابعة زي كذا، شفتوا؟ اوه لا حشيل هاي حط عوض هاي. المهم شفتوا انا حطيت طبعا خمسة تبع الفيهيكلز، بس يعني الموتور سايكل اللي هو يعني الموتور سايكل كيف بدي اقوله، يعني الدراجة النارية بتاخد يا جماعة ثلاث اماكن زي كذا، فشوفوا كمان طبعا الدراجات بتاخدوا الدراجات بياخدوا مكانين، الموتور سايكل بتاخد ثلاث اماكن وخلاص. هاي يعني اليوني سايكلز وكمان ستيكس بياخدوا مكان واحد كالعادة، فحطوا هون موتور سايكل تبع الادمن. او لا 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 مو كذا، احط هاي الموتور سايكل هاي تبع الادمن، وراح احط كل شيء تبع الادمن ليكو هاي، وكمان اوه ما في هون اشي، او ماي جاد فينا طبعا نحط بس او ماي جاد. اوكي فراح احط طبعا اول شيء موتور، راح احط هون بايك انا كثير حلوه، خليني احطها هون فوق. اوكي فوق زي كذا، و بدي هي ازينها زي كذا هيك. اوكي وهون رح احط طبعا هي افضل بايك عندي الصراحة، هي طبعا لازم بدي احط يوني سايكل، فرح احط افضل شي كمان عندي، فرح احط هاي تبع لا 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 مو كذا، رح احط على سكيت كمان ما بعرف والله ما بعرف شو بدي، اوه ماي جاد. اوكي رح احط هاي تبع الادمن، وتتا ليكو زينته، اعتقد افضل جارج هو تبعي عن جد كثير كيوت. اوكي بس وليكو طبعا مزين هين هون بشي صور. طبعا كمان بالليفلات الثانية رح يفتحوا لنا، فينا نصبغهم، فينا نصلح الدراجات، فينا نسوي كثير اشياء. وليكو يا جماعة طبعا هلا رح فرجيكم كيف تخلوه للليفل الثاني. طبعا فوتوا هون حط روحوا عند هذا الرابط تبعكم، رح يقولكم next level شو لازمكم تسووا، لازم تسووا يعني اول 4 vehicles، لازم يكون يا جماعة تكون 4 دراجات، وبعدين لازمكم تكملوا 20 weekly cast، يعني لازم تكملون 20 مهمة تبع الأسبوعية، وكمان own the achievement. اوكي هاي يعني إنه خلص لازم تكون يعني عندكم هذا الجارد، يعني هاي خلص سهلة كثير. فالمهم next level رح يعطوكم بس 4 new pit stalls، يعني مو obstacles سوري اللي بأول فيديو قلت لكم obstacles، بس هيك يعني هاي هدايا يعني pit يعني pit stall مو pit stall.
والليفل الثاني لازم تشتروه بألف كوينز، يعني فوق كل هدول، فوق كل هدول المهام الصعبة رح نشتريها بألف كوينز، تخيلوا. فالمهم طول أصعب شيء هون واللي كثير ناس يعني صعب بالنسبة لهم، فهي هذا الويكلي كاست اللي هن المهام الأسبوعية. فأوكي خلي إنه نسوي هلأ المهمات الأسبوعية كلياتهم مشانه لازم هلا لازمنا 9 بالمهام عشان إنه نروح للنكست ليفل. نكست ليفل يا Do you wanna play with me؟ يا جماعة ما بعرف ليش هاي الجملة كتير بتلعبني، يعني هل تلعبون معي؟ لأنه ما بعرف بس ما بعرف ما كاتي كله ما عليك. فالمهم هلا طبعا خلي إنه قولي على فكرة مين كمان إنه هيك بتخيل إنه دمية مرعبة وبتقول لك تعال نلعب بعدين أو ماي جاد كثير مرعبة. أوكي فا أوكي طبعا خليني نروح، طبعا فكرة بس عم بمزح. فا اوكي طبعا على فكره كل الافلام هذول اللي بتشوفون زي نابل هدول تبع الدمية فكلهم على فكره بس مسلسلات وافلام، بس هيك فكره وبس هيك مش حقيقي، يعني الدمى كثير كيوت وحلوين بس ما بعرف ليش شوي بخوفون. كمان نفس الشيء بالنسبه للكلاونز ما بعرف ليش، بس المهم فخلي طبعا هلا نروح مشان ليش وين كنا رايحين. اوه خلينا نشوف. اوكي الويكلي عنا paint your hair 3 مرات، لازم نصبغ شعرنا 3 مرات. تمام هاي كثير سهلة، فخلينا نروح على hair salon. اوكي احنا هلا طبعا بصالون الحلاقة، فخلي صبغ شعري 3 مرات، عن جد كثير صعب. والاخر كمان كثير كثير صعب. اوكي هيو المرة الاولى، تادا تادا. شو رايكم؟ او ماي جاد ما بيناسبني الصراحة. اوكي خلينا هلا نصبغه بالاحمر، لا 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 بال ما بعرف. اوكي خلينا نصبغه بهذا اللون. اوكي 2 تدو 2 و3 طبعا حيرجع كمان نصبغه بالاسود. فليتس جو. اوكي زي هيك بالاسود فتاتا تدو تدو تدو. اوكي بس هيك خلصنا المهمة الاولى. اوكي المهمة الثانية بتقول ليفل اب يور بيتس، يعني لازم انه البيتس تبعنا يكبر. فرح نروح طبعا ناخذ هيك شي حيوان اللي ضايله بس شويه ويكبر، فخلينا نشوف ايش. او ماي جاد اعتقد لوري لوري. اوكي لوري 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 لوري. اوكي اوكي لا لوري. اوكي ليفل اب تدو. هلا طبعا حيكون اكيد خلصنا المهمه، خلينا نشوف. اوه لا ما خلصنا والله والله عن جد. اوه ضلت انه خلص بس لا فأنا خلينا نختار. اوه على فكرة صار لوري كثير كيوت. اوكي بنرجع لك بعدين، خلينا نختار شي حيوان اللي ضايله بس شوي بيكبر. ما في والله ما في ما في ما في. اوكي اهم 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 مين 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 مين. اوكي مين بده يكبر؟ تعالوا. اوكي 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 I think that هذا الحيوان اسمه روبلوكس، ضايله شوي ورح يكبر. طبعا فينا نلعب شي لعبة مشان يكبر، فرح نروح نشوف شي لعبة اللي فينا نلعبها مشان نلعبها، يعني مشان نحصل على المهمة مشان نضرب عصفورين بحجر واحدة. اوكي عنا فكرة هون. اوكي مهمة كثير سهلة. يعني edit one photo، يعني لازم نعدل على صورة واحدة قبل ما ننزلها على يوني. فرح ناخد هيك صورة كيوت ورح نحط كمان عليها هاي مثلا كيوت. اوكي هون زي كده نضيف كمان عليها هيك. خلاص هلا اديت، خلاص هذا اسمه اديت. تمام تمام خلاص يا جماعه هذا اديت كتير حلو. اوكي رح اخليه زي كده وتدو. رح ننزل الصوره على يوني، فراح احطوا لي لايك على هاي الصوره. على فكره حطوا لايك لهذا الفيديو مشان ما انسى، حطوا لايك مشان ما تنسوا مشان ما انسى كمان. اوكي ما بعرف صراحه ليش ما بتشتغل، ليش ما بدهم يعني نزل صوره. بس يلا طبعا انتم سووا هذا الاشي باللعبة وإن شاء الله تزبط معكم وتنزلون صورة وتكملوا المهمة. أوه ياي الحمد لله. ترى بيكاكس لما بيشوفوني حزينة خلاص بينزلون الصورة بس. أوكي فهلا خلصنا أكيد المهمة. يوي كنت متحمسة. فأخذ طبعا نروح نشوف المهمة خلصناها. أوكي تدو يوب او ماي جاد خلص المهمة. هلا أوكي لازم نلعب طبعا البيتزا. ف
أوه لا 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 تعرفوا إيش؟ فلازم نلعب على البيتزا 8 مرات، فلعبة 8 مرات وجاكم. لما طبعا رح نلعب البيتزا فان أو أقصد بيتزا دليفري، رح طبعا نكمل 3 مهام. تخيلوا 3 عصافير بحجرة واحدة، يوي الحيوان الأليف رح يكبر. ولأنه رح نخلص هذيك المهمة تبع العبوا البيتزا البيتزا يعني دليفري 3 مرات، ورح نخلص كمان تبع 8 مرات. أوه ماي جاد، استنى خليني ألعب 8 مرات وبرجع لكم. خلصنا طبعا المره الاولى، والحيوان تبع بلش عم يكبر. فلما خلصت 8 مرات برجع لكم. وتتا خلصنا طبعا المهمه انه ليفل اب يور بيت، يعني لازم انه يا شو بدي، يعني لازم انه نكبر حيوان اللي فهلا طبعا لسه رح العب. على فكره في كثير مهمه سهله انه اشتروا 3 اثاث، فرح اروح هلا بسرعه وخلص هاي المهمه كثير سهله. فصراحه من الاسهل انه بدون ما تفوتون على بيتكم وتروحون تشترون اثاث، فلا اشتروا بس من هون اثاث كثير رخيصه، فحشتري بس هدول كثير رخاص. فلا تتا خلصنا المهمه تبع الديلي وكمان تبع الويكلي تتا، فخلينا نروح نكمل لعب بيتزا. وتتا طبعا خلصنا مهمة، او ماي جاد خلصنا طبعا مهمتين. انا طبعا جمعت 3000 كوينز، لازم طبعا كمانكم تجمعوا 3000 كوينز. هي طبعا خلصت لعب البيتزا 3 مرات، هلا طبعا ضايلي بس شوي مهمات. او ماي جاد طبعا ضايلي 4 مهمات اللي هن خلي اشرح لكم اياهم مشان اخلص هالفيديو. اوكي والمهام هدول الاربعة فيني طبعا اسوي لكم فيديو اخلصهم. اوكي المهمة الاولى play turbo race 6 times، انا لازم نلعب التربو ريسر، عرفتوا هذاك سباق سبع السيارات 6 مرات. اوكي بعدين لازم نكمل بيتزا 8 مرات، او الفروت كاست كمان تبع تجميع الفواكه 8 مرات. كمان انه لازم انه نعد الحيوانات بالبيت براد 12 مرة، صحيح كثير صعبة فرح سويها. هاي طبعا سكور 3500 points in the freezing 5 mini game، يعني لازم انه نحقق سكور تبع 3500 بوينت النقطة بالفريزن فان. هدول هني المهام، فكثير كثير صراحة صعبين كثير. فبس هيك طبعا هخلص هذا الفيديو، فلا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة. وطبعا اوريدي لما هخلص المهام فرح اخبركم. وعلى فكرة في كثير صراحة بسألوني عن هذيك المسابقة اللي سويت، فطبعا بلشت عم يعني كل يوم صراحة عم باخذ فائز، لأنه لسه يعني فبخليكم يعني فرصة لأنه لسه فيكم هلا تشاركوا. مشان هيك يا جماعة يعني ما حبيت اني اخذ هيك 15 فائز بوقت واحد، لا حبيت كل يوم هيك فائز. يعني هلا 15 يوم يعني خلص عندكم كثير وقت مشان تشاركوا. فروحوا على الفيديو تبع السحب اللي سويت. او ماي جاد هذا اسهل بيتزا. اوكي بيتزا دليفري خلاص بس هيك. كملنا طبعا مهمه تبع الديلي تبع اليوميه، احنا لا ما لنا ابدا دخل باليوميه، لازمنا اسبوعيه كثير صعبين. او ماي جاد بس ريحه اللعبه كثير كثير بتصير احلى واسهل، يعني ممتعه اكثر بالكاس هدول تبع الستيكرز. فبخبروكم هون بمهام لازم تسوون كمان بالكاس الجداد، فكثير حلو. او ماي جاد اخذت ميداليات، انا بعرف اني يعني اني اجمع البيتزا كثير منيح، بيتزا كثير منيح شفتوا. اوه يعني هي طبعا السيكر اعطوني اياها مشان خلص توزيع بيتزا في اقل من 30 ثانيه، يعني واو كثير سرعه فائقه. على فكره طبعا بدي اقول لكم نصيحه، لما بتكونوا بتوزعوا بيتزا ويكون هذا الشخص هون وفاروحوا يا جماعة من هون، اوكي نطوا من هون وروحوا كذا يعني مشان تخلصوه بسرعه كثير كثير بسرعه. فا او ماي جاد وتتوا طبعا رح نخلص بيتزا كثير كثير بسهوله. فليكو هذا اكيد عندنا شخص واحد، يلا نتبع السهم. او ماي جاد كثير كثير بعيد، فليتس جو. اوكي اوه عرفت عرفت مين. اوكي هون 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 موجوده. اوكي بنت شعرها زهري. اوه شفتوها يا هون، بس هيك رح اخلص بيتزا. او ماي جاد اوكي بس هيك طبعا رح اخلص هذا الفيديو كمان. فاشتركوا بالقناه وكمان اعملوا لي لايك لهذا الفيديو. اوكي اعتقد رح العب شوي فروت مشان مليت كثير، فبحبكم كثير وحطوا لايك واشتركوا كمان بالقناه. وعلى فكره كمان اعملوا لي فولو على الانستغرام وب